بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان. اول يوم في الاسبوع النهارده ان شاء الله نبتدي كده بالحلويات ونبدا كده. موسم الشتاء دخل علينا واحده واحده والجو بدا يبرد بالليل، فمحتاجين شويه حاجات كده ان شاء الله يعني ايه تظبط معانا الاداء. فعندنا النهارده الكنافه بالتمر، هنعمل لكم بطريقه حلوه قوي. التمر موجود دلوقتي في السوق، هنعملها بالتمر وهنعمل لها حاجه اسمها فرشة جوز هند ان شاء الله تعجبكم جدا. عندي بقلاوه هنعملها بالفستق ان شاء الله تعجبكم جدا، وعندي ليالي لبنان. خلينا نشوف الحلقه بتاعتنا النهارده، ثلاث حاجات بس اللي هنشتغل فيهم. الموضوع سهل جدا وبسيط. هستنى اسئلتكم واستفساراتكم عن ارقام التليفونات اللي ظهرت قدامكم على الشاشه، أو عن طريق الرقم الدولي لو حابين تواصلوا من خلاله. تعال نبدا حلقتنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هنبدا بيها النهارده الكنافه بالتمر. نخش في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. اول حاجه عندي كنافه، وبعد كده عندي شربات تقيل. ده اول حاجه، اول حاجتين كده نبدا نشتغل فيهم. بعد كده عندي بالنسبه للفرسه اللي انا احطها على التمر من فوق او على الكنافه من فوق، وبعد كده ارص عليها التمر. اول حاجه بس قبل ما نشتغل في اي حاجه، هنروح اشغل عندي الافران. تمام، كله تمام. اول مره جاي الاثنين شغالين، ماشي. فضل ونعمه من عند ربنا. ربع كيلو من الزبده، عندي 2 عدد بيض. بعد كده عندي كوباية من الشربات التقيل، ده اللي انا هسقي بيه، يعني ده مش في الحشو نفسه، كوباية الشربات التقيل ده حاجة تانية. ايوه. وبعد كده عندي 200 جرام من جوز الهند الناعم، 100 جرام من اللوز المحمص. بعد كده عندي فانيليا، وعندي جيلي تلميع اللي انا هبدأ ايه هلمع بيه الحاجة ديت من فوق. وبعد كده عندي سكر بني وقرفة، هبدأ اللي انا اضيفهم من فوق للحاجة بتاعتنا. تعال نشوف هنبدا الاول حلقتنا ازاي. اول حاجه هعلق عندي على خلطه الحشو اللي انا هبدا اشتغل بيها، ان انا بحط عندي الزبده، والزبده تكون عندي طريه. ادي الزبده مع السكر الباودر، وبعد كده ابدا ان انا ايه اشغلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اول حاجه الزبده والسكر الباودر، ونبدا ان احنا نشغلهم عشان الخليط يبقى ناعم معايا وتمام التمام. طيب كوبايتين، تعالوا نجيب عندي كزرون عشان هجيب عندي سمنه، وهنبدا اللي احنا نسيحها مع بعض عشان نبدا نشتغل ان شاء الله في ايه في الكنافه. اعلق عليه على الخليط بتاعنا، يبقى اللي هو الزبده والسكر الباودر. ربع كيلو من الزبده، وبعد كده عندي 100 جرام من السكر الباودر. تمام. ضربنا الزبده كويس جدا. هجيب عندي صواني كده، الصواني دي بحبها جدا، حتى في التسويه بتاعتها ما بتاخدش وقت معانا، الصواني اللي هي الصغيره دي، وفي منها اللي هي الاكبر شويه، ممكن نجيبها برده ونشتغل بيها حاجتين اهو. في المقاسين دول الاكبر حلوين ودمهم خفيف وعلى طول بيطلع الشغل، وبيطلع الشغل مظبوط قوي على فكره في السوى، فانا بحب اشتغل فيهم قوي الصواني الصغيره دي. يا جمانه ازيك؟ الو الو، ازيك يا جمانه؟ الحمد لله الحمد لله. مورين يا جمانه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضلي طبعا. عايز اعمل السوشي. السوشي؟ بس انا ما عنديش المرق الاخضر بتاعهم ده، الورق الاخضر. ورق اللوري، ورق اللوري. طيب بص هقول لك على حاجه، في حلقه احنا كنا عاملينها جيبيها من على اليوتيوب افضل، عشان اقول لك الطريقه دلوقتي. هي تبقى يعني لازم تشوفي السوشي وهو بيتعمل الرز. كان معانا الشيف محمد شاهين، كنا مستضيفينه معانا. اكتبي حلقه الشيف محمد حامد مع الشيف محمد شاهين مع حلقه السوشي، اتباعها على اليوتيوب هتظهر لك. جيبيها وشوف الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها من الف للياء، هتلاقيها موجوده عندك على اليوتيوب ان شاء الله. وشكرا ليك يا جمانه. تعالى بقى ايه، اقوم جايب عندي الزبده منزلها برده. بص الزبده ديت اهي، بص كل ما تضربي في الزبده كل ما لونها يكون فاتح معاكي، وتبداي تجيبي الزبده ديت تضربيها في العجان بتاعك لحد ما تبدا اللي هي تنعم كويس جدا. طيب نبدا بقى نشتغل ايه بقى يا عم علي.
الو الو، ازيك يا علي؟ الحمد لله. اخبارك يا علي؟ الحمد لله. مرني يا عم علي. عطلت ان بلح الشام. بلح الشام، حاضر يا علي، حاضر من عينيا الاثنين. شكرا ليك يا حاج علي، مع السلامة. هنبدأ ايه، ننزل البيض واحدة واحدة، يعني البيضة اهيت، ننزل واحدة وبعد كده نقوم منزلين عندي التانية. هذه التانية وبحط عندي شوية من الفانيليا. تمام كده، يبقى الفانيليا والزبدة والسكر البودر كله مع بعضه بنبدأ اللي احنا نضربه في العجان عندي. طيب ضربناهم كويس جدا، ينفعش احط جوز الهند دلوقتي، نتأكد بس ان الحياة كلها ايه اتظبطت كلها مع بعضها، اتضربت كويس جدا. نجيب بقى العجين، برضو العجين من هنا برضو اللي هو الزبدة اللي بتتحط على جوانب العجان كويس اهو، وننزل تاني ونبدأ نخفق لحد ما تبدأ اللي هي تخش كلها مع بعضها. نجيب عندي السمنة او الزبدة ونحط شويات في كل صينية، حلو الكلام، تمام قوي. نوزع الكلام ده كله عشان هنبدا نقطع عليها الكنافه. اي صينيه عندك تقدري تشتغلي بيها الموضوع ده. هي الزبده كده مش كتير، لا صدقيني والله هي لازم كده، يعني هي الحاجات دي الصواني اللي انت بتشتغلي فيها ديت لازم تحط فيها السمنه كده. ايه اللي بيحصل في الاخر؟ قبل السوا ما يخلص، تخلص سوا في النار، بتبداي انت تصفي السمنه الزياده اللي انت اللي هي ما بتشربهاش كده، تمام عندك. لكن كده بيساعد لك اللي هي الحاجات تتقلب عندك وتبقى الموضوع سهل. يا مدام نعمه. ايوه يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك يا ست الكلن؟ والله احنا شاكرينك، افضلك على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليكي، انا اللي شاكر تليفونك، تسلمي. ربنا يخليك. الله يعزك. ممكن بس كنافه في المانجا. في المانجا، حاضر. حاضر من عينيا الاثنين. ايوه اسمع من حضرتك. تحت امرك يا ست الكل، حاضر. نفس ما احنا شغالين كده بالظبط، هتشتغلي. جيب الكنافه وتبداي اللي انت تقطعيها وتحطي شرايح المانجا وتقومي حاطه كنافه من فوق، ويا سلام لو معاها قشطه. يعني ممكن لو في مانجا يا جماعه نجيب مانجا واعمل لك صينيه والله بالمانجا. وتستوى على فكره، يعني تستوي عادي في الفرن ومفيش اي مشكله، لو في مانجا اعملها لك انا ما عنديش اي مشكله خالص، اللي بيطلب طلب والحاجه موجوده متوفره بنشتغل بيها على طول. بعد كده خلاص الزبده كويس جدا اتضربت مع السكر البودر والبيض، بنبدا ننزل عندي بال 200 جرام من جوز الهند. تمام، ونبدا نضرب الجوز الهند مع الخليط ده كويس جدا. بص وشوفي بقى الجمال بتاع الخليط عامل ازاي. ادي الخليط الجوز الهند اللي احنا ضربناه مع الزبده مع السكر قدام حضرتك اهو، تمام. الخليط هتلاقيه ناعم جدا معاكي، ده اللي ده بقى ده يعني ده الشغل كله هيبقى فيه. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا يا استاذه هايدي، ازيك؟ الو استاذه هايدي. طيب معلش اتصلي بينا تاني يا استاذه هايدي. هجيب عندي بقى الكنافه ونبدا ان انا ايه اقطع الكنافه ديت. يا احمد ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا احمد؟ لا اهلا يا حاج احمد، امرني لسه ما صحيتش من النوم ولا يا احمد؟ شفت شو قلت لك يا احمد، لسه ما صحيتش من النوم، واخدين اجازه بقى امبارح والنهارده وبكره والدنيا ايه جميله. ماشي. مشكلة أكتر حاجة الأمهات ما بتحبهاش بس أو الماميز ما بيحبوهاش في موضوع الأجازات اللي هي الموضوع تظبيط النوم، ميعاد النوم، يعني ما بيصدقوا مواعيد النوم تظبط معاهم،
فالدنيا بتبقى مقلوبه خالص بقى لما يحصل اجازات مثلا طويله زي دي. حط عندي كنافه نقوم حاطين دي عليها من فوق كده ونبصم. نقوم قلبين دي كده تحت ونجيبين دي فوق. فاهمة؟ يعني أي صواني تجيبيها شرقي حاولي تجيبيها الاتنين يدخلوا ببعض زي ما أنت شايفة كده بالظبط. عشان لما تيجي تكبسي الموضوع يبقى سهل جدا معاكي. تمام كده؟ تمام. خش عندي على الميني الصغير المحترم ده. نقوم حاطين عندي الكنافة. وبعد كده نقوم حاطين عندنا التالتة برضو. بس كل حاجة سهلة. يعني أهم حاجة بس الإيه؟ الإمكانيات دي تبقى عندك. صينيتين اتنين عاشق ومعشوق كده زي اللي أنا شغال بيهم دول، هتلاقي الموضوع سهل. يا أستاذة دنيا إزيك؟ أستاذة دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا كيف محمد؟ الحمد لله بخير يا أستاذة دنيا. أحب أشكرك على كل حاجة حضرتك بتعملها. أنا بجرب حاجات حضرتك كتير وجربت منه الزلابية اللي حضرتك عملتها بالبطاطس قبل كده، كانت جميلة. ما شاء الله جربت الزلابية البطاطس طلعت معاكي مظبوطة؟ مظبوطة وجميلة وعجبت ماما في البيت وعجبت إخواتي. ما شاء الله دايما كده يا رب. أيوة كده فرحونا. بالهنا والشفا. الله يمينك يا محمد، الله يحضرك حاجتك كلها جميله. يا رب يخليك يا رب ويكرمك. تسلمي. الله يخليك يا سيدي محمد. تأمريني. تابعين حضرتك دايما. الامر اللي انا بكتب لحضرتك اشكر حضرتك على كل حاجه. الله يبارك فيك يا رب. تسلمي تسلمي. الله يخليك. شكرا وسلمين الاسره الطيبه كلها يا فندم. شكرا يا ست الكل. بالراحه بقى كده. ايه ناخد عندي الجوز الهند ده، دي اسمها فرشه جوز الهند، ونبدا ان احنا نوزعها. يبقى اول حاجه اللي احنا حطينا الزبده مع السكر البودر وحطينا الاثنين عدد بيض، وبعد كده حطينا الفانيليا وحطينا جوز الهند. بس موضوع سهل جدا. حطينا السمنه وحطينا الكنافه، نروح فين بقى؟ ناخد الكنافه نفه ونروح عند التمر بتاعنا ونبدا اللي احنا نرص عندي التمر فوق الكلام ده، وكله على الفرن درجه حراره متوسطه. بس قبل ما تخش هديها ايه؟ هديها كده حاجة كده جميلة هوريها لك دلوقتي، اللي هي سكر بني أو سكر عادي وقرفة من فوق، تدي كرملة محترمة قوي للتمر بتاعنا. واحنا في موسم التمر، واللي عايز يخزن تمر يا جماعة، اللي عايز يخزن تمر يخزن من دلوقتي. يعني اللي عايز يعمل يخزن أي نوع تمر عنده يبدأ يشتغل من دلوقتي في الفريزر، عمره ما يحصل له أي حاجة. اهو. والمانجا نفس الكلام، بقشرها بغسلها وبحطها في الفريزر بالقشر بتاعها. مين يا فندم؟ يا استاذه منى. استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك؟ ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير يا استاذه منى. يعني بجد احب اشكرك جدا جدا على كل الاكلات الرهيبه اللي بتعملها لنا. بارك الله فيك يا رب. تسلمي. على الشاشه. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذه منى. وحابه اعمل انشاء لاولاد اختي. طبعا اتفضلي. احب اقول لهم انا بحبكم جدا وانتم وحشتوني جدا. لا انا اسمي محمد حامد ومودي محمد حامد. اهلا منى يا بنت اللذينه، والله ما واخد بالي. يا الله، ده خاله يعني اخت المدام يا جماعه، والله ايه المفاجات الحلوه دي. اخبار الامارات ايه؟ ميرسي جدا على كل حاجه بتعملها، على الاكلات الجميله. ربنا يخليك. يعني ربنا يوفقك يا محمد. تسلم يا منى. وماما عامله ايه؟ كله تمام؟ بتسلم عليك جدا، ويعني عايزين حاجات لحم نشوفها على التي في. ماشي، من عينيا الاثنين. لما تيجي مصر ان شاء الله وتشرفينا وابديها لك. حاضر يا منى. وسلام الرامي، سلامين على رامي كتير.
ماشي يا منى، مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه، مع السلامه، ربنا يوفقك يا رب ويصلح حالك. بجيب عندي بقى دي، بص، سكر بني كده من فوق، سكر بني وقرفه باودر، ويلا نودي على الفرن وناخد فاصل، وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. ورجعنا تاني بعد الفاصل. خلينا نعمل يعني اول، خلينا بس نقول احنا عملنا ايه في الاول فاصل. احنا عملنا كنافه بالبلح، يا رب تجربوها وتعجبكم قوي قوي بجد، لانها لسه تاخد شربات من فوق كمان او تتلمع بجيلي تلميع. عملنا هنا صنف، ده عادي يعني، هو مش كيكه، افتح عليه في اي وقت. عملنا صنف هنا بالبلح، وحطينا البلح من فوق، رصيناه رصه شيك، وقدمه بالشكل اللي انت حضرتك كده شايفاه. على الجزء التاني فينا في الفرن عملنا الفرسه بتاعت الجوز الهند، وحطينا البلح تمر، وغطينا بكنافه من فوق. بصي ده برده حكايه يعني، دي هتبقى الحشو ايه في النص. تعالوا نعمل البقلاوه، تشوف ازاي نقدر نعملها وانا مبسطها قوي النهارده. البقلاوه بسيطه جدا، خلينا نشوف المقادير بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، معلقه سمنه، عشان انا محتاج البقلاوه دي تكون لونها اصفر. فطالما هعمل بقلاوه لونها اصفر مش ابيض، فبحط فيها معلقه سمنه او معلقه ونص من السمنه، وشويه ملح، وبعجن بميه. ادي الدقيق. عارفين الدقيق بتاع الفطير؟ يا ريت تشتغلوا بيه. الناس اللي عارفه الدقيق بتاع الفطير اللي هو الخمس نجوم ده، يا ريت تشتغلوا بيه. واحط عندي معلقه سمنه في العجان، وبعد كده عندي سنه بسيطه جدا من الملح، سنه بسيطه جدا من الملح، وبعد كده ببدا ان انا اشتغل. تمام، عجينه عندي، تكون العجينه طبعا مفتوحه، يعني عجينه مفتوحه ما تكونش ماسكه قوي، فتخلي بالك من الموضوع ده عشان العجينه تطلع معايا صح. دي عجينه البقلاوه بطريقه بسيطه جدا، هو يعني ما فيهاش اي تكلفه البقلاوه ديت، غير اللي هي بس ايه، طبعا انا عاملها بالفستق، انت تقدري تعمليها بسوداني ببلوز، لكن في ناس والله طلبتها مني كتير قوي عايزينها بالفستق اللي هي في صينيه وكده، وعايزينها تبقى هشه، فانا قلت اعملها لهم بالفستق النهارده. لكن الحشو ده في ايديكي، من الحاجات اللي ما فيهاش اي تكلفه خالص بصراحه، والكوست بتاعها قليل قوي، اللي هي البقلاوه زيها زي الزلابيا، هي صنعه اكتر ما هي خامات. نعجن العجينه، ونحضر عندي المردانه بتاعتنا، وتعالوا نحضر يا عم جمل على ما العجينه تتعمل. الحشو بقى، الحشو عباره عن ايه؟ بجيب عندي كنافه وبسيبها عندي في الفرن لحد ما تبدا اللي هي تبقى لونها ابيض زي ديت، تبقى ناشفه درجه حراره تبقى 60 او 70 يا دوبك، بس ايه، او سيبيها في الهواء. مجرد ما تسيبيها في الهواء بتلاقي الكنافه نشفت زي ما انت حضرتك كده شايف. بنحطها عندي في الكبه، تمام، وبحط معاها الفستق الباودر، وبعد كده بحط حاطط عندي سنه بسيطه جدا من اللون الاخضر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نقفل بس اللون ونبدا نشغل. طيب ايه الفكره بقى يا عم محمد في موضوع الكنافه؟ هوريها لك دلوقتي. زي ما بتشوفوا الحاجه بره وتشوفوها على في القنوات على اليوتيوب وكده، انا بوريها لكم هنا على الطبيعه اهيت. الفكره في ايه؟ اللي انت لو طحنت الفستق لوحده هيعمل عجينه، مش هيبقى باودر زي ده، لكن لما تحطي معاه كنافه ولون اخضر، بص اللون بتاعه عامل ازاي؟ واداكي كميه كتير كمان. كنافه بيضه وطحناها مع الفستق مع سنه لون اخضر، ادت لك الشكل اللي حضرتك كده شايفاه ده. تمام؟ طيب، تعالوا بقى نشوف عندنا هنبدا نشتغل ازاي بقى في بقيه الحاجه. يا عمر،
يا عمر. معلش يا محمد. ازيك يا عمر؟ انا شيف. ايوه يا حبيبي الشيف، اخبارك ايه يا عمر؟ عايز اعرف طريقه الكب كيك. عمل الكب كيك؟ تنفع بس تنزلالي على الشاشه؟ اه طبعا. اه طبعا يا حبيبي، من عينيا الاثنين. في حد جنبك عايز يكلمني تاني؟ ينفع بس يا اخويا عايز يكلمك؟ اه ادهولي طبعا. اسمه ايه؟ الو. ازيك يا حبيبي الشيف محمد؟ لا كلمه. ايوه سامع. ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ بلح الشمس. ينفع بس تريق بلح الشمس؟ من عينيا الاثنين. حاضر، هعمل لك بلح الشام وسلام البابا وماما واللي عندك. مع السلامه. تعالوا بقى نشوف، هنبدا نشتغل عندنا البقلاوه ازاي. انا وريت لك الفكره ازاي تقدري تعملي كميه، لو عندك كميه فستق قليله ازاي تقدري تعملي كميه عندك منه بالكنافه زي ما حضرتك كده شايفه بالظبط. بص الشغل واللون عامل ازاي، وبودر اهيت قدام حضرتك اهيت. يا أستاذة رانيا، معلش يا أستاذة رانيا اتصل بينا تاني. الله يسامحك يا حجاج والله. الله يسامحك. تعالوا بقى ناخد عندنا العجينة، وهي دي العجينة المفتوحة اللي بنتكلم عليها، ونبدأ اللي أنا إيه قدام حضرتك كده. بصي دي العجينة اللي إحنا بنعملها للبقلاوة، كان بقى بالظبط نقسمها على 10 قطع أو 12 قطعة، كل ما تجيبي قطع فيها أكتر كل ما يكون أفضل. لو عندك ميزان اشتغلي بشكل أفضل طبعا، ده هيبقى أحسن لك بكتير جدا. هجيب بس إيه سنة من المية كده، عشان في سنة طول أخضر بصراحة وقعت فبهدلت لي الدنيا هنا. فانا هجيب ايه، هجيب بس منديل امسح الاول عشان العجينه ما تبقاش فيها لون اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدام سميره. ايوه يا ست الكل. يا صباح الفل يا شيخ محمد. صباح الفل يا ست الكل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، تسلم ايدك. ربي يكرمك يا رب. تسلمي. تسلم ايدك على كل حاجه طبعا. ربنا يخليك يا فندم. في سؤال عايزه اساله لك. اتفضلي يا فندم. بالنسبه طيب للتخزين، انت قلت المانجا والتمر. ايوه ايوه. بالنسبه للبلح الزغلول ممكن نخزنه؟ لا البلح الزغلول اي بلح احمر بيبقى صعب ان انت تخزنيه لان هيعمل ميه. لكن انت تعملي ايه؟ بالنسبه للعيش حضرتك قلت لنا هتعمل عيش. أيوة. هتعمله امتى؟ من عينيا الاثنين قريب جدا. حاضر، ممكن الاسبوع ده. حاضر الاسبوع ده بامر الله. بص ازاي بقى بتاخدي القطعه، انت واخده بالك من العجينه مفتوحه ازاي معايا؟ يعني ايه مفتوحه؟ بص تلاقيها طريه معاك، هي دي العجينه المفتوحه، بتلاقيها طريه. نلف الحاجات ديت تمام قدامك اهيت، ونبدا نسيبها تريح شويه. تمام. وبعد كده حاضر، وبعد كده نقوم جايبين عندنا المردنه بقى، ونبدا نشتغل عندنا في الفرد بتاعها. عشان نبدا نجيب نشا، النشا طبعا هتبقى اساسي معايا. نعد كده كام قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 1 2 3 4، ادي 12 قطعه ما شاء الله بالتمام والكمال. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ نجيب عندي النشا، انا هوريك واحده بس الفكره بتاعتها، وبعد كده هبدا اشتغل على طول في الفرد. بتجيبي نشا اهيت بتحطيها على طول، وتقومي ايه فرداها فرد جامد على قد ما تقدري. كل واحده النهارده تقوم تعمل البقلاوه دي النهارده، صدقيني بمنتهى السهوله والله اهيت. وبعد ما نفردها كويس قوي بالنشا فوق وتحت، بس طبعا كل ما تسيبها ترتاح كل ما يكون افضل، تقوم واخداها كده وحط عليها نشا، وتقومي فرداها وتفرد الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، ومن كل واحده واحده تحط شويه نشا. تمام. بعد ما تخلصيها بتسيبها ترتاح 10 دقائق بالظبط، وتبداي انك تشتغلي بيها على طول
في الثانية. يا أم ماجد، معلش يا أم ماجد اتصل بينا تاني. نبدأ نجيب إيه بقى عندنا؟ البقلاوة دي يا مدام أميرة، بص بقى الجمال عامل إزاي بتاعها. دي اللي أنا مريحها، يعني عملت كله زي دي وحطيت ال 12 طبقة فوق بعضيهم. بص دي عاملة إزاي ما شاء الله. مدام أميرة طريقة العيش المشبع، لأن أنا ما حضرتش سالي فؤاد وكده ما تبعتهاش. أيوه، عايزة طريقة الخبز المشبع؟ يعني الحاجات اللي بتتحط فيه، ربنا يصلحها لك. طيب من عناية الاتنين، هكلم لكم الشيف سالي النهارده بإذن الله وتنزلوا لكم الطريقة من عناية الاتنين. حاضر. طيب. حاضر من عناية الاتنين، الإعداد موجود معانا والإعداد بتاع الشيف سالي كمان موجود، الأستاذ دعاء، وأبلغها. حاضر. شكرا لحضرتك جدا. بص بقى يا عم الحاج، انا بص حطيت كل واحده، بص كل واحده تلاقي ايه مفصوله عن الثانيه كده، ولا نشابه ولا حاجه، ولا نشابه ولا حاجه، بالمردنه كده وفريدي وخلاص. انا عامل لك حاجه سهله والله، حاجه بيت يعني. مدام عواطف، الو، معلش يا مدام عواطف اتصلي بينا تاني. اتفقنا ان احنا عاملين ايه، حاجه بيتي. اهم حاجه كل شويه كده تتاكدي ان كله مفصول عن التاني. بصي، عشان انا مش عايز عجينه ما تعجنهاش في بعضها. ما شاء الله، يعني بصي كميه نص كيلو ديت تطلع لك يعني وفره، تطلع لك كميه محترمه يعني البقلاوه نفسها. امسكيها كده وتهويها، تمام، وتقوم احطها تاني. ايه اللي حصل بعد ما تهوت؟ بتفك من بعضيها كلها، وده المطلوب اثباته. نقوم واخدين دي كده، الصينيه دي، وجايبين بقى الصينيه اللي انا هبدا اشتغل فيها البقلاوه بتاعتنا. نقوم جايبين عندنا سمنه، حطيناها في الصينيه، ورايحين يا باشا فين؟ عندي على البقلاوه اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الورقه عامله ازاي، فريده قدامك اهي. ناخد نص الكميه بتاعت العجينه، نص الكميه، لو هتعرفي تشتغلي واحده واحده يكون افضل، لكن خدي نص كميه العجينه واشتغليها اهي. مدام احلام، مدام احلام، يا مدام احلام ازيك؟ اهيت. ونقوم واخدين دي الفستق بالكنافه. معلش يا مدام احلام لو تعرفي تتصلي بينا تاني. باللون، سنه لون اخضر، وقلنا ازاي بيطلع الحاجه تطلع باودر معاكي زي ما انت شايفه. طيب بقوم جايب عندي سمنه، واقوم جايب النص التاني من ايه؟ من البقلاوه بتاعتنا، حاطينها وبعد كده نقوم جايبين عندنا سن السكينه كده او بدار السكينه، وننضف الزيادات دي كلها. انا مش بعمل جلاش بس مبدئيا، احنا بنعمل البقلاوه. ونقوم واخدين الكلام ده كله ورايحين فين؟ هنا كده، وننزل الحروف دي كلها. يا مدام عواطف، مدام عواطف ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مدام عواطف؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ والله في نعمه الحمد لله، ربنا يبارك لك على اللي بتعمله. يا رب يكرمك، تسلمي، كلك ذوق ومحترم. يا رب يخليك، يا رب، يا رب يخليك ويكرمك، تسلمي، دعواتك. ربنا معاك يا ابني. الله يخليك. من فضلك، عندي دبابيس فراخ واول مره اجيبها. دبابيس فراخ، ايوه. عايز اعرف بس الطريقه ليها يعني. ايوه سامعك. يعني بالله عليك تديني طريقه حلوه بس اعملها.
حاضر، ده انا في طريقه ممتازه جدا هديها لك ليه دايبس الفراخ. حاضر، من عينيا الاثنين يا ست الكل. حاضر، اشرحها لك بس ايه هدخل البقلاوه دي الاول. صينيه بقلاوه هتاكلي صوابعك وراها ان شاء الله. وناخد عند السمنه ديت بقى ونسمن الحاجه هنا، ونروح رايحين فين؟ عندي على الفرن درجه حراره كام بقى؟ اقل من المتوسطه شويه، خليها تاخد براحتها خالص في التسويه. كل الزياده بتاعت السمنه ديت هشيلها بعد ما تستوي. تمام؟ ناخد مدام اميره معانا. يا مدام اميره. الو، صباح الفل يا شيخ محمد. صباح الفل يا مدام اميره، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا مش هقول لك يا شيخ محمد، انا اقول لك يا مايس. الله يخليك يا مدام اميره، تسلمي. معلش حاول اتصل بينا تاني، اسفين. بص بقى عامله ازاي بقى البقلاوه بتاعتنا، صينيه البقلاوه هنشوفها ان شاء الله، ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن وتورق معايا، لان اهم حاجه في البقلاوه هي التوريقه. خلينا نشوفها ان شاء الله ولكن بعد الفصل. اهلا بيكم، تعالوا نشوف عندنا التمر اللي احنا عملناه بالكنافه طلع عامل ازاي. تعالوا نشوفه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هنفتح الفرن ونبص على الكنافه ازاي نقدر نطلع السمنه الزياده اللي موجوده بقى في الحاجه. يعني احنا حطينا سمنه كتير، حطينا زبده كتير. طيب ماشي، تعالوا نشوفها بقى، هنطلعها. نبص عندنا على الصاج، تحت من هنا الصاج هتلاقي فيه سمنه. ناخد عندنا دي ونبدا ايه، نصفي السمنه. لو في اي سمنه زياده هي بتنزل لوحدها. تعالوا نجيب عندي صينيه تانية بس صغيره حلوه دي. بسم الله. بصي ما شاء الله، اللون نفسه الذهب عامل ازاي بالدنيا دي. تمام قوي، حلو قوي. نقوم واخدين دي ورجعنا تاني الصينيه. وبعد كده على طول بقى ايه، نقوم واخدينها ومقابلينها على طول بالشربات يكون تقيل. ادي شويه الشربات، مجرد اصلا على طول وهي طالعه سخنه تشرب عندي الشربات. ما تزوديش عشان بس ايه، ما تجزعيش، ما تجزعش وانت بتاكليها. والفستق اللي احنا عاملينه، وده الشكل النهائي عندنا للكنافه اللي بالتمر اللي احنا عملناها. طيب نقوم قلبنا كده برده، وكله برده شرحه. بس قبل ما نشتغل فيها تعالوا نعلق على الاهالي لبنان ازاي نقدر نعملها، عشان اتطلبت مننا كتير جدا. عندي لتر من حليب، اعلي النار، حط عليها وهي شغاله كده. اللتر عليه كوبايه الا ربع من سميت البسبوسه. ادي سميت البسبوسه، هو ده عامل الربط اللي هيربط معايا الحاجه. في ناس في حاجه اسمها مأمونيه. المأمونيه دي اللي انت بتحمصي عندك السميت البسبوسه، لو عايزه تديله طعم حلو طعم محمص ممكن تحمصيه في طاسه لحد ما لونه يبقى ذهبي، وبعد كده تقوم واخداه وحاطاه فين؟ عندك على الحليب بتاعنا. بعد ما حطيناه على الحليب نبدا ان احنا ندوبه ونعلي النار اكننا بنعمل رز بلبن. تمام، وبعد كده هنبدا ان شاء الله ان احنا نقلبه واوريه لك. خليه يغلي على النار وياخد الغلوه بتاعته على ما نشوف ايه حكايه الكنافه بتاعتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حته الكنافه عامله ازاي. وبعد كده تقوم واخده الفستق عليها من فوق، وبعد كده بنقدمها في الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لزقه، ماشي. اللزقه نعرف ان احنا ايه نظبطها. نظبطها ازاي؟ يا جماعه ندور شوك كده ونمشي على الحروف
بتاعه الكنافه، هتلاقي فيه فرسه جوز هند بس طلعت بره، تمام كده. وبعد كده تقوم واخداها اهي، سهله سهله قوي. تقوم حطها كده قلباها. خلي بالك كل حاجه هتعمل معاها سخنه، انا ما تقلقيش، انا واخد على موضوع السخونيه بصراحه، والطاسه تكون سخنه والصاج سخن عادي ما فيش مشكله، لكن انت تخلي بالك الحاجه اللي انا شغال فيها دي سخنه. انت بتشتغلي طبعا بجلافزات فرن، هتبقى تظبط معاك الدنيا اكتر. طول النهار اكملنا ايدينا في المطبخ، فعندنا في حاجات هنا في الجلد ماتت، فمش بنحس بحاجه زي كده خالص يعني. شربات، وبعد كده فستق باودر، وده الشكل النهائي بتاعها قدام حضرتك اهوت. ونلم اشيائنا ونروح بقى ايه نكمل الباقي. هطلع لكم اللي هي بالتمر، واوريها لك هتبقى عامله ازاي. التمر اعتقد اللي هي استوت، اللي احنا عاملينها بالتمر، كنافه بالتمر. تعال نطلع واحده كده ونشوفها، ما شاء الله على التوريقه بتاع البقلاوه. لو بصينا على البقلاوه هنا هتلاقيها بتبدا ايه عامله زي هتلاقيها عامله زي الكيك كده، بتبدا اللي هي تنفش معاكي. طالما نفشت معاكي البقلاوه تعرفي ليها ناجحه 100% معاكي. لو لقيتها مكتومه وزي ما هي في الصينيه تعرفي اللي هي فاشله معاكي جدا ولازم تعيدي المقادير. بص بدات تطلع بره الصينيه ازاي اهي، دورها ونبص على الكنافه بالتمر هنا. السكر البني والقرفه عاملين فيها شغل اللي مش طبيعي. دي اللي هي واخده كنافه بالتمر من فوق، نقدر نلمعها بجيلي او ممكن تديها وهي طالعه كده على طول سنه من الشربات، تحافظ على اللمعه بتاعه التمر. ريحه بجد والله ولا اروع، ريحه القرفه مع الجوز الهند مع السكر البني مع التمر مع الكنافه، فعاملين ميكس كده هايل. تمام، طبعا لو في ايه طبق مدور هنشوف طبق مدور فيه موجود اهو. مش عايز اقلب لك واحده، اهم حاجه ايه نسلك الحروف بتاعتنا. اجيب بس سكينه او ظهر المعلقه زي ما اتفقنا. وهنا الحليب عندي مع عصميه البسبوسه بيبدا اللي هو يقلب معايا عندي على النار كويس. حلو خلاص، انا حاسس ليه بصي بتتحرك من مكانها، يبقى انا كده هي جاهزه للقلب على طول. اقوم واخد ديت قالب، بص اللون من تحت عامل ازاي. هم واخدين دي سامة، السلام حاجة كده ايه. تمام اهو فوزدو. الو الو، معلش حاولوا اتصلي بينا تاني عشان انا ما سمعتش الاتصال، اسفين جدا. الفستق ما شاء الله بينور لاي حاجه، اي شغل كده تحس ان هو بينور للشغل بتاعي. ادي الكنافه عندي بالتمر وواخده فرسه جوز الهند من جوه كمان. تعال نسلك التانيه ونشوفها، نطلع انتاج ونشوف. ها دي اخبارها ايه؟ عايزه تتسلك يعني. الناس اللي بتعمل مشاريع صدقوني والله الحاجات ديت حلوه قوي يعني. الحاجات دي اول حاجه كوستها قليل جدا، وتاني حاجه يعني مش عايز اقول لك الطعم هيبقى عامل ازاي. احنا كمصريين او بنحب الحاجات دي، بنحب الكنافه بالتمر. الو السلام عليكم. الو الو، ايوه يا فندم السلام عليكم. الو ايوه يا ست الكل، ازي حضرتك؟
الله يسلمك. بقول بس ألف حضرتك سؤال بس. أنا اشتريت ريحان أخضر وحطيته وغسلته ونظفته وحطيته في التلاجة في كيس. رحت لقيته كله أسود. أنا عايزة إزاي أحافظ على الريحان علشان خاطر ابني بيغليه وبياخده دواء. اشتريتي إيه يا فندم؟ معلش تاني. طيب معلش حاولوا اتصل بينا تاني. حاولي تتصلي بينا تاني. هي بتقول ايه يا زرعون اشتريت ايه؟ انا مش واخد بالي. طيب معلش حاولي تتصلي بينا تاني يا ست الكل. ناسفين جدا لو ما عرفتش اسمع حضرتك. نجيب طبق تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. شويه كنافه بالتمر تاكلي صوابعك وراهم. هم واخدين عندنا الحاجة هي. تناخد الفستق بقى عليها من فوق وبعد كده ناخد فاصل وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل العيال لبنان بعد ما حطينا صميت البسبوسه فطبيعي اللي هو خلاص مسك في القلب الحليب بتاعنا. وزي ما انت شايفه بقى عامل ازاي الخليط نفسه ما شاء الله بقى عامل ازاي قدام حضرتك اهوت. بدا يبقى زي المهلبيه بالظبط. طيب ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ الزبيب. حلو قوي الزبيب لما بيخش جوه عشان يفتح معاه الحاجه دي نفسها مع العيال لبنان نفسها. فبحط عندي زبيب وبعد كده بحط السكر. طبعا السكر انت حسب احتياجك للسكر قد ايه. تمام. ونبدا اللي احنا نقلب. وبعد كده في عندي ماء زهر او ماء ورد. حط شويه كده ونقلب. خلاص كده يعني هي بقت كده تمام قوي. طيب بعد كده بقوم اعمل ايه؟ بجيب عندي معلقتين اتنين من القشطه البلدي. يعني بتفرق كتير قوي بقى في الطعم بصراحه. بص معلقتين قشطه كده اهي. عايزة عسل ابيض دي. حاسس بيك يا محمد ابراهيم عارف. ونديها بقى التقليبه. وبعد كده نقوم واخدينها ونبدا اللي احنا نصبها عندي فين؟ في البايوركس بتاعي اللي انا هبدا اشتغل فيه. طيب تعالوا بقى نشوف البقلاوه ايه؟ ما شاء الله. انا يا استاذه منال. الو صباح الخير يا شيف محمد. صباح الفل يا صباح الهنا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ يا رب يكرمك يا رب تسلمي. انا بس انا اول مره بتصل ببرنامج في اهلا بيك. حابه اقول لحضرتك ان السؤال اللي قبل الفاصل كان مهم جدا. الاخت اللي اتصلت بتسال هي بتجيب لي انها ريحان. انا ما سمعتهاش ما سمعتهاش. اه اتفضلي. غسلته وحطيته في الثلاجه اسود. فهي بتسال حضرتك تحفظه ازاي؟ اه هي بتقول لي احفظ. هي اسمر منها؟ اصفر. اسود. الريحان الاخضر جابته وغسلته وحطيته في الثلاجه في اسود. فهي بتقول هي بتجيبه عشان بتعالج بيه ابنها. يعني حضرتك بترد على سؤال. طيب ماشي يا ست الكل. سؤال مهم وحضرتك ما سمعتوش. طيب هو كده يعني الاكسده بتاعت اللي هو الاسمار ديت اعتقد اللي هو يعني فقد الطعم بتاعه. فانت تعملي ايه؟ يعني انا مش عارف انا ما اقدرش افتي في حاجه زي كده يا جماعه. ما هو طالما اسمر يبقى هو فقد اللون الاخضر بتاعه يبقى فقد الطعم بتاعه بالمره. لكن لو انت عندك ريحان من الاول اخضر بتفرميه مع زيت زيتون وتفرميه كويس في الخلاط او الكبه وبعد كده بتحطيه. طبعا لو عايزه للاكل بتحطي معاه فصين اتنين توم. لكن هو مع زيت زيتون بيبقى حلو قوي. بديله بس غلوه على النار. بديله البلانشيه اللي هو ميه سخنه. بينزل ميه سخنه على طول ويتحط في زيت زيتون حوالي كوبايه على ثلاث حزم من الريحان. كنا بنخزنه كده في المطاعم ونحطه عندنا في الفريزرات. وقت ما نطلع بنطلع منه عمره ما بيحصل له اي حاجه. بص اللي هي لبنان ما شاء الله عامله ازاي. تعالوا بقى ايه نعمل عندنا البيركسات الصغيره ديت برضو. البولات الصغيره. يا استاذه رانيا. استاذه رانيا. نعم. ايوه يا استاذه رانيا. اخبارك ايه يا استاذه رانيا؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بحبك يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا رانيا تسلمي.
تسلم ايدك والله. الله يخليك يا رانيا، تسلمي. لو ليك اي سؤال تحت امرك. لا بس حبيت اشكر وصفاتك. ربنا يخليك يا رانيا، تسلمي، وشكرا لذوقك وشكرا لاتصالك. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالوا بقى ايه نزين. عندنا ليالي لبنان طبعا بعد ما تجمد انت ممكن تحطها في فورمه وتقلبيها، بعد ما تجمد هتلاقي الموضوع مختلف تماما، بقى هتاكليها كده زي ما بتاكلي المهلبيه. طيب يا عمر، ازيك يا عمر؟ انا شيف محمد. ايوه حبيبي شيف محمد. الحمد لله. امورني يا عموره. الحمد لله. عايز اعرف نظريه البط بالبرتقال. البط بالبرتقال، حاضر، من عينيا الاتنين يا عم عمر. ماشي يا عم عمر، حاجة تانية؟ بحبك يا محمد. وأنا بحبك جدا، تسلم يا عمورة حبيبي. بص يا عم عمر بقى، أنت بتجيب عندك البطاية وخلي ماما تغسلها كويس قوي، دقيق وليمون وتظبطها، تروقها كده وتشيل أي تجمعات دموية تبقى جوه، تبقى نظيفة البطاية. وبعد كده بنبدأ إن احنا نتبلها، روزماري وبصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة وشوية الملح وشوية الفلفل وشوية بهارات، وبعد كده بنحط معاهم زيت ذرة وشوية عصير برتقال، ونقلب الكلام ده كله وندهن بيها البطاية. من جوه البطاية بقى بنجيب عندي برتقالتين اتنين كبار، وبحط معاهم بصلتين، وبحط معاهم كرات وبصل وكرفس وشوية الملح والفلفل ورق اللوري وحبهان من تحت مع البصلاية المفرومة، وبعد كده تقوم واخدها وتخلي ماما تحطها في التلاجة 3 ساعات، بعد 3 ساعات تطلعها تديها فويل وتدخلها عندها الفرن لحد ما تبدأ اللي هي تستوي. بعد ما تستوي بتجيب عندي عصير برتقال عندي على النار، وبحط مع شوية دقيق، مع يعني حوالي 3 معالق من الدقيق مع شوية زيت، وتقلبهم وتنزل عصير البرتقال مع معلقة عسل ومعلقة صلصة، وتدهن بيها البطاية وتدخلها تاخد لون ذهبي، وبالهنا والشفا. مين يا مدام نادية؟ خير. ازاي حضرتك يا مدام نادية؟ صباح الخير. مش لاقي علاقة بقدهولك ابدا يا حاجة. الله يخليك يا رب، تسلمي. اقول مايسترو او اقول برنس او اقول ايه، ربنا يخليكي والله. انت فوق كل الالقاب دي. والبقلاء والله دي بديها لك. بعد اذنك انا، انت تعتبر حفيدي، لو سمحت لي بعد اذنك اندهلك بمحمد من غير اي القاب. من عينيا الاثنين طبعا، ده شرف ليا والله. الله يبارك لك، الله يبارك لك. ببقى سعيدة جدا يا محمد وانت بتكلم مدام نادية بتاعت اسكندرية. طبعا انا قاعدة وسط عيلة. الله يخليك يا ست الكل. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. سؤالي مش هعطلك كتير. البلح، أيوة. عشان انا من حواة البلح وكنافه. أيوة. لو في موسم ما فيهوش البلح ينفع ببلح العجوه؟ اه ينفع ببلح العجوه عادي جدا، هتشتغل معاك اللي هو البلح الطري. يعني ينفع؟ اه طبعا هيشتغل معاك زي الفل. خلاص يا حبيبي، خلاص يا ابني. ماشي يا ست الكل، بارك الله فيكي، تسلمي واشكرك. شفت البقلاوه بقى نفشت ازاي معايا، وبتديها الشربات بتاعها، شويه بقلاوه بالهنا والشفا. هنفتحها دلوقتي واوريها لك من جوه تبقى عامله ازاي. يا استاذه هدير. استاذه هدير، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم. تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليك يا فندم، تسلمي. معلش يا شيخ محمد، عندي سؤال. أيوة. هعمل عصيصه بتاعت ابني وهعمل فيها لحمه خروف، يعني ايوه يا فندم، ايه افضل طريقه ممكن اعملها بيها؟ لحمه الخروف هي، احنا دلوقتي كل دلوقتي العقايق بيشتغلوا مشويات، يعني 90% يعني معموله العقيق، يعني انا هعملها في البيت. ايوه، ما انا بقول لحضرتك دلوقتي في ناس كتير بتتجه ناحيه اللي هي بتاخد الذبيحه وبتروح تجيب شوايه، بتاجر الشوايه بالشيف بتاعها وتشتغل مشويات، وده افضل حاجه، بيطلعوا منه الكفته ويطلعوا منه الكباب للشوي. ولا انت عايزه تعملها فته؟ لا يعني عايزه اعملها في البيت، وعايزه اعمل معاها طريقه رز بسمتي، فممكن تقول لي طريقه تكون كويسه؟ طيب حاضر، من عينيا. حاضر من عينيا الاثنين، هقول لك على طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه اللي هي السلق، بس المشكله سلق الضاني عندنا هنا في مصر مش حلو. سلق الضاني بيطلع زفاره، وتيجي اي حد بياكله ما يبقاش مبسوط منه. في طريقه احسن بكتير قوي، اللي هي الروستو. تقطعي اللحمه مكعبات صغيره، وتبداي انت تتبليها ببصل وروزماري وملح وفلفل وشويه بهارات وصلصه طماطم، وبعد كده تقلبي كل الخلطه دي مع بعضها، وبعد كده تحطي البصل كتير معاهم وتقلبيها وتحطيها في الفرن. دي طريقه حلوه جدا على فكره، تحطيها في الفرن لحد ما تستوي معاكي، وبعد كده تبداي تعملي عندك من غير شوربه، دي هتبقى روستو. في وبعد كده تعملي الرز بالخلطه معاها، او الطريقه اللي انا بقول لك عليها اللي كله بدا يتجه ليها، اللي هي الشيف
بالشوايه بتاعته. ده طريقه محترمه قوي على فكره، ودي دي بشجعها بصراحه. تعالوا بقى ناخد عندنا برضو الفستق، شويه فستق صغيرين. مدام ليلى ازيك؟ معلش يا مدام ليلى اتصل بينا تاني. يا ريتاج، ريتاج، ازيك يا ريتاج؟ ازيك يا ريتاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، مريني. الحمد لله. الحمد لله، مريني يا ريتاج. ممكن اعرف طريقة مولتن كيك؟ المولتن كيك، حاضر من عينيا، هنخلي روان دلوقتي نزلها لك طريقة. شكرا يا ريتاج. الفستق بقى شكل الشرقي، حلويات الشرقية، بص شكلها ما شاء الله ازاي. أنا من عشاق الحلويات الشرقية. تمام، وهنا برضو شوية فستق عليها. لو عايزة طبعا تقلبيها بتقلبيها. يعني بص يا استاذ جمال، لما تيجي تقطع دي بعد ما تبرد اصلا، بعد ما تبرد بص تبقى عامله ازاي، تاكليها زي المهلبيه بالظبط. تمام، اهي بص قطعي كده اهو وتاخديها، هتلاقيها تجمد معاكي. لو عايز تحطها في الثلاجه تجمد، هتبقى حاجه محترمه جدا. يا استاذه حنين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه حنين؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، ربنا يعزك. بتعمله كله، ربنا يخليك يا استاذه حنين، والله ده من ذوقك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي، تأمريني. احنا هنا في اسوان كلنا بنحبك، واحنا بنموت في اهل اسوان. يا رب يخليك يا رب، تسلمي. تسلم ايدك على الاكلات الحلوه اللي انت بتعملها. يا رب يخليك يا رب، تسلمي، واحنا بنهديكي صينيه البقلاوه دي. شكرا يا شيخ. شكرا 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 ليك يا زهراني، ربنا يخليك يا استاذه حنين. اصحى بقى، اصحى بقى، اصحى بقى كده كتير، كده كتير، كده كتير. وده البقلاوة عندنا بالفستق، يا رب تنول اعجابكم. مين معانا تاني يا استاذ زهران؟ مدام ليلى ازيك؟ طيب حاول اتصل بينا تاني يا مدام ليلى. دي كانت حلقتنا النهارده، بتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. عملنا صنف البقلاوه اللي احنا شفناه، وعملها لكم بطريقه بيتي، ولا جبت نشابه ولا جبت اي حاجه، بسط الدنيا. كل ما الدنيا تبقى بسيطه، كل ما تلاقي الموضوع سهل وبسيط. وقلنا لك ازاي تطلعي طبقه الفستق الكتير اللي انت بتشوفيها دي، هي كل دي مش فستق، دي كنافه مع فستق مع سن لون اخضر، فبتديك اللي انت شايفاه ده. وعندك التمر عندنا باللي احنا عملناه بالكنافه، وعندك لبنان. تعال نفتح دي برضو ونشوفها، تعال يلا. اهو شايفه طبقه التمر من جوه عامله ازاي، مع فرسه جوز الهند، حاجه ان شاء الله تعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. ما شفناش، شفنا في الاعاده، عندنا اعاده ان شاء الله ليلا من 7 ل 8، وعندنا اعاده من 3 فجر ان شاء الله ل 4:30. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.